رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، رح نتكلم عن الألبان والأجبان اللي تعتبر من الأطعمة الملازمة لسفرتنا المنزلية دائما، ولكن بالرغم من ذلك قد ينصح الخبراء والمختصين بتقليل تناولها بشكل يومي، خصوصا أنه بعضها مصنع ويكون شبه للجبن وله أضرار خفية. اليوم رح نتعرف مع ضيفتنا عن حقيقة هذه الأضرار وما البدائل الصحية المتاحة. أهلا وسهلا فيك دكتورة ريما سلمان، أخصائية تغذية علاجية، نورتينا كالعادة. يا أهلا فيك يا رؤى، ويا أهلا فيك يا مها. إحنا من أنا شخصيا الناس اللي بصراحة أحب الأجبان دائما، مين يعني ما يحب الأجبان؟ بالضبط، لكن أبغاك تقولي لي يعني في البداية الأجبان المصنعة أو أشباه الأجبان إيش نقصد به؟ تمام، خلينا نيجي بتصنيع الجبن نفسه، كيف بنصنع احنا الجبن؟ طبعا الجبن مصنوع من حليب البقر، بيتم اضافه له بعض المواد اللي هي احنا بنسميها المواد اللي بتساعد على التكثيف، فبيساعد في بيصير في تكتلات مثل الليمون، مثل الخل، مثل المنفحات او بعض انواع البكتيريا بتم اضافتها الى الحليب كمان، علشان يصير في عندنا ينتج هذا البروتين اللي هو الكازين، بيصير بندنج مع بعض، فبصير التكتلات هذه وبتصير الجبنه. تمام؟ لما نيجي نقول ايش الفرق بينها وبين شبيه الجبن؟ أي. هنا دهن حيواني 100%، حليب بقري 100%، حليب ماعز 100%، حليب جمل 100%. تمام. ما سوينا اي ازاله فيه. ايش شبيه الجبن؟ أي. جابوا الحليب ده، زالوا منه الدهن البقري او الدهن الحيواني. أي. تمام، واضافوا اليه زيوت نباتيه فصار شبيه بالجبنه، لانه هو مش جبنه حقيقيه، مش جبنه طبيعيه صحيه. تمام، تم تدخل البشري فيها بالتصنيع بإضافة الشيء الطبيعي اللي هو الدهن الحيواني وإضافة الزيوت النباتية له. طبعا ليش بيسووا صاروا البروسيس ده؟ أي. لأنه ارتفاع، طبعا ارتفاع المادة أو ارتفاع السعر. أي. الجبن الطبيعي أغلى بكثير من شبيه الجبن. تمام. لأنه الزيوت النباتية أرخص بكثير، فالمستهلك في ناس تقدر تشتري هذا وناس لا تبغى تأكل جبنة فحتشتري هذا، فبتيجي أنه لازم عشان يكون في عندنا على الاقتصاد فيها. طيب، في أنواع كثيرة من الأجبان ممكن أن إحنا نسويها عندنا في بيتنا بطريقة طبيعية، بطريقة صحية. زي ما قلت لك، جيبي نوع الحليب البقري اللي أنت تبغيه، سخنيه على النار على درجة حرارة متوسطة. تمام. ضيفي عليه عصير الليمون أو الخل بإضافة شوية شوية، ابدأي حركي شوية 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 لين ما تحصلي، وتفضلي تزيدي في الليمون، تزيدي في الليمون يعني ملعقة ملعقة. تمام. قطرات قطرات إلى أن يتخثر هذا الحليب، بتحصلي صار فيه ينفصل. تعرفي كيف بينفصل؟ بصير الموية الحال والدهن البقري الحال. تمام. فتبدا انك انت تاخذي هذا التخثر اللي صار فيه، بتحطيه في الشاش حق الجبنه اللي احنا عارفينه حق امهاتنا زمان وجداتنا، وبتعصري، بتكتل عندك الجبنه. تبغي تصنعيها وتخليها جبن سايل في البيت، سهل جدا كمان. احنا ايش قلنا؟ نفس الجبنه هذه ممكن عندك انت تضيفي عليها الملح اللي تبغيه، تضيفي عليها زعتر، تضيفي عليها زيتون، المنكهات اللي انت تبغيها. تمام. تيجي بعدين تبغي تسويها جبن سايل، خذي نفس الجبن المكثف اللي انت تسويه، اضيفي عليه دهن حيواني مثل ايش؟ سمنه او زبده. أوكي. شيء طبيعي، سمنه او زبده مع ملح. اوكي. مع شويه ليمون بالخلاط عندك، سويتيه جبن سايل. سائل. تمام. هذه انت ممكن تسويها عندك في البيت. دائما احنا، انا انصح اي احد دائما لما يروح يشتري الجبنه، شفت احنا زمان بصراحه من خلال تقريبا كذا 10 سنوات انا ما اذكر كان عندنا في السوق إلزام مكتوب شبيه الجبن. صح. شبيه القشطة. صح. كنا جبن جبن. القشطة قشطة، اللبنة لبنة، كلها ناخدها. دحين الحمد لله أنه صار عندنا في معايير معينة من هيئة الغذاء والدواء، من وزارة الصحة. هي مش إنها مضرة، هو الإكثار منها مضر، لأنه تحتوي على زيوت نباتية وتحتوي على تصنيع البشر نفسه، مش الشيء الطبيعي. طبعا. مش الشيء الصحي اللي احنا متعودين عليه. أي شيء جاي من المرعى أو أي شيء جاي من خلقة رب العالمين أو من الزراعة هو طبيعي 100%، ولكن احنا لما نجلس نحط فيه التدخلات ونجعل المضافات والملونات والمنكهات وإضافات بتساعد إن هي بتلعب في الخصائص حقة الجبنة عليها، بتصير هنا جبن غير صحية. تمام. الأجبان اللي في السوق، عشان ما يكون مثلا أحد يفهمني غلط،
الأجبان اللي في السوق تحت دراسة ومعايير إن هي صحية بالكمية اللي مضافة فيها من الزيوت النباتية، مع إنه فيها زيت النخيل، وزيت النخيل غير صحي بحد ذاته، ولكن الزيادة في أخذها وتناولها والاعتماد عليها بصفة كاملة هذا المضر للصحة. إحنا ممكن نخلط فيها الجبن الطبيعي، وممكن مثلا مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع شبيهة الجبن، أوكي، ولكن لا أنصح بما يتعارف عليه كل الأمهات اللي بتسوي، عارف الجبنة السائلة اللي هي بالعلب معروفة. هذه أنا ما أبغى أتكلم على شركات ولا أسماء شركات، ولكن اللي معروفة هذه ليه؟ لأنها 75% منها زيوت نباتية. زمان كنا نقول مثلا مهدرش، ولكن الحمد لله وجدت عندنا قوانين الآن، تم إزالة الزيوت المهدرجة من الأغذية، تمت إزالة السكر من الأغذية، فإحنا معناها كده إن إحنا حنركز إن إحنا ما نخليها غذاء لأطفالنا رئيسي 100%. نعم. فإحنا عندنا في السوق مثلا، تقولي لي كم نوع من أنواع الأجبان عندك في السوق؟ كتير. طبعا ما أكثر من أكثر بلد تشتهر بصنع الأجبان؟ سويسرا. فرنسا بعدها سويسرا. صح. تمام. فاكثر يعني منتجات الالبان هناك، وطبعا بيضيفوا عليها، وفي انواع اجبان مفيده للجهاز الهضمي لاحتوائها على بكتيريا زي البلو تشيز اللي هي الجبنه الزرقاء. معروف. يعني هي نعم ريحتها وطعمها فظيع، ولكن طعمها يعني شوفي اتس ان اكواير تيست، زي ما تقولي لي كيف الكافيار كيف الاشياء دي، اتس ان اكواير تيست، احد يحبها عارفه. صح. كيف، ولكن مفيده انك انت تاخذيها للجهاز الهضمي لانه تحتوي على البكتيريا صديقه. بكتيريا. نعم. طبعا هذه لازم تكون مصنعة خلال معايير ودرجة حرارة ودرجة حفظ، وانت لما تجيبيها كيف كميات صغيرة كيف لازم. صح. تحفظيها، لان هذه البكتيريا اذا ما انحفظت بطريقة صح وتغطت ممكن بطريقة تصير ضارة في النهاية. طب ريما خليني بسألك اذا تسمحي لي، موضوع كيف انا افرق يعني الان، ممكن صح في السوبر ماركت لما نروح احنا نشتري بانفسنا مكتوب جبنه كذا كذا مثلا فتا، بس تحت مكتوب شبيهه الجبنه بخط يلا تشوفينا، فالناس اللي يركزون يشوفونا، ولكن انا مثلا في مطعم او انا في ايا كان ما عندي العلبه، او مثلا رحت اخذتها مثلا بالكيلو، فانا كيف اعرف كشكل كريحه كطعم ان هذه شبيهه الجبنه مش جبنه حقيقيه؟ اوكي، حاعطيكي مثال بجبنه الفته، فته تشيز. عندك السلطه اليونانيه ممكن تروحي تطلبيها من مطاعم، تحصلي الفته تشيز فيها كثيفه مره، سميكه كده وفيها قوام قاسيه. في مطاعم ثانيه تحصليها طريه كده، مشي، هذه شبيهه وهذه الاصليه. اذا بالكثافه، شيء كل مكان قاسي اكثر، كل مكان ما في مويه كثير، تمام، كل مكان اصلي دهن حيواني، كل مكان طري، كل مكان سهل انك انت تخبصيها وتفرديها سبريدت على الخبزه ولا واتيفر على اي شيء انك لما تاكليها حتحصليها انه هي فيها زيوت نباتيه. فاذا من القوام نفسه تقدر انك انت تعرفي هل هي جبن اصلي او جبن مصنع. ودائما رجاء الكل يقرا على كل شيء بياخذه، لانه ترى على فكره في اشياء ثانيه، مثلا المزارولا تشيز، انت لما بتروحي ممكن تشتري بلوك المزرولة زي ما هو اصلي بدهن حيواني. صحيح. ممكن تروحي للجبن المبشور او الجبن. صح. اللي هو المكتوب عليه شبيه جبن، تمام. دائما افيد انا بقول جيبوا البلوك الكبيره، اذا انتم تبغوا تستخدموها مبشوره وبشروها واحفظوها. صح. باكياك صغيره واستخدموها، لانها حتفضل افيد. ليش افيد؟ انت نسبه البروتينات بتكون عاليه الجوده اكثر بالجبن الحيواني، واقل جوده وفايده في الجبن النباتي. نسبه الكالسيوم ونسبه فيتامين د حيكون اكثر في نسبه الجبن الحيواني الموجود في الدهن الحيواني، ولكن اقل في الجبن النباتي. فاذا لما اقول لك هذا مفيد وهذا غير مفيد، هذا مفيد صحيا لما انت بتاكليها حتاخذي كالسيوم صحيح، حتاخذي بروتين عالي، حتاخذي فيتامين د، حتاخذي فيتامين ب، حتاخذي بروبايوتيك، تمام. صح. فحيكون في كميه كافيه من الفيتامينات والمعادن، وكميه كافيه من الفوائد لجسمنا اللي احنا نبغاها، هنا حتكون كلها ناقصه. عشان كذا بنقول لا نعتمد في غذائنا 100% على استخدام اي نوع من انواع طيب. شبيه الجبن. انا ابغى اتكلم عن القيمه الغذائيه بما ان ذكرناها بشكل سريع دكتوره ريما. لو انا اخذتها من السوبر ماركت اللي هي الاجبان الطبيعيه من غير اي تدخلات، او انا صنعتها في البيت، ايهما فيها القيمه الغذائيه الصحيحه؟ اثنينهم واحد، لانك انت ما زلتي شيء،
انت يعني ما شلتي الدهن الحيواني وزفت وبدلتيه بدهن نباتي، فانت اخذتي صنعتيها في البيت زي الطريقه اللي انا اعطيتك هي، ما ضفنا اي شيء، احنا ضفنا فقط ليمون وفينيجر عشان نخليه يتخثر. أي. وبعدها بدينا نحن نكتلها ونسويها بالطريقه اللي احنا نبغاها فقط. نعم. لا غير. نعم. ولكن اذا انا قلت لك لا زيدي عليها مثلا في البيت زيت النخيل ولا زيت جوز الهند، فمعناها صار فيها تدخلات، معناها صار في تدخلات وصارت اقل جوده غذائيه. أي. على طاري التدخلات ريم، اذا تسمحي لي على السريع بس عشان الوقت، يعني فهمت من كلامك في البدايه انه اذا ما في تدخلات امورنا تمام، تمام، وراح تكون صحيه اكثر. ولكن اليوم الناس الصحيين او الرياضيين او الناس اللي حابه تخسر وزن تروح تدور منزوع الدسم، تروح تدور قليل الدسم، هذه فيها تدخلات من الانسان لانه هي كامل الدسم جاي من أكيد. من البقر او جاي أكيد. من المزرعه كامل الدسم، فهل هذا كمان يندرج تحت التدخل البشري اللي ممكن على المدى البعيد يسبب لنا مشاكل؟ صحيح، احنا متى بنقول للشخص ياخذ قليل الدسم او خالي من الدسم؟ فقط في حاله اذا كان عنده ارتفاع في الكوليسترول وارتفاع في الدهون وعنده مشاكل في السمنه او في زياده الوزن وغير متحكمه، ولكن الاشخاص الاصحاء العاديين اللي ما عندهم اي مشاكل عليهم ان ياخذوا حليب كامل الدسم والاجبان كامله الدسم، ولكن ناخذها بالكميه الموصى فيها. لما اجي احسب لك انت يا مها واقول لك لازم تاخذي فقط في اليوم 30 جرام، نعم 30 جرام انت ما عندك اي مشكله، تكليها ان شاء الله زبده، ان شاء الله تكليها لانه انا حسبت لك هي بالطريقه هذه، ولكن لما تاخذي ال 60 وال 90 ويزيد 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 معناها اخذتي فائض عن الحاجه، من هنا بدات تسبب لك مشاكل في الوزن. روعه، يعني للامانه هذه من الاشياء اللي يعني نحتاج ان احنا نسمعها، لانه زي ما قلنا في البدايه زي ما تفضلتي ريما قلنا ان كل الناس يحبوا الجبن وكل الناس يحبوا الحليب. احنا نشكر لك تواجدك ونشكر لك قبولك دعوتنا، شكرا جزيلا. يا اهلا فيكم، نورتنا. الله يحييكم. مشاهدينا بعد الفاصل فاطمه النصر من الطب الى التمثيل.